مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تي في. مخطط إرهابي لضرب المغرب جوا، عنوان مثير تقرؤونه في يومية الصباح، وتكتب في التفاصيل أن المخابرات العسكرية الإيطالية حذرت نظيراتها في المغرب والجزائر وتونس من وجود تهديدات جوية، مؤكدة أنها آتية من داخل التراب الليبي، حيث يتم الإعداد لعملية شبيهة بهجوم 11 شتنبر 2011. بن كيران يلوح بورقة استقالته رفقة وزرائه هذه المرة، عنوان خبر اخترناه لكم من يومية الأحداث المغربية. وفي التفاصيل تؤكد اليومية أن تلويحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالاستقالة لا حدود لها، لكنه هذه المرة يشرك فيها وزراء حكومته بعد الانتقادات التي وجهت السلطات العمومية بمناسبة فجعة طنطان التي راح ضحيتها 35 طفلا. وإلى يومية أخبار اليوم التي تطرقت مجددا إلى خطوبة الوزيرين الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون، وتحت عنوان خطوبة الشوباني وبن خلدون تثير نقاشات صاخبة داخل البي جي دي، اليومية أكدت أن هناك نقاش كبير قسم الحزب الحاكم إلى قسمين، قسم دافع عن الوزيرين على أساس أن الأمر شخصي، وقسم آخر يرفض ويعتبر الأمر يمس بالحزب. وإلى يومية المساء التي تعنون بطلب من جهات عليا، الحكومة تعد لائحة مفصلية بأسماء مهربي الأموال، وتضيف اليومية أن اللائحة المعنية تضم رجال أعمال ومسؤولين ونافذين سيجبرون على تأدية 20% من ثرواتهم كغرامة. تفاصيل الخبر تقرؤونها في اليومية ذاتها. وإلى هنا نأتي إلى نهاية الجولة الصحفية قدمناها لكم من قناة شوف تي في، شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشة شوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.